في هذه الفترة التي انقضت من عمر هذا المجلس شرفت بأن أتعامل مع قمم من الزملاء الأفاضل أعضاء المجلس، وأقول لحضراتكم قمم عظيمة جمعت ما بين الأخلاق العالية والأدب الجم والكرم وكل الصفات الجميلة في أعضاء هذا المجلس. ولو كان بيدي لقلت أن هذا المجلس أن يكون ممثل في الدورة القادمة، لكن القانون وقدر القانون والتعديلات التي حدثت، أقول لحضراتكم أنني فخور وشرفت بهذه الفترة مع زملاء أفاضل وقمم عظام تعاملت معهم وربطتني بهم علاقة خاصة بكل زميل في هذا المجلس. وأقول لسيادة النقيب أنك قدت مع هذا المجلس معركة من أعظم المعارك، هي معركة تنقية الجداول التي عانينا فيها الكثير من المحامين والاعتراضات وخلافه، إنما كانت معركة انتهت إلى هذا النص، وسوف يسجل التاريخ لهذا المجلس أن تنقية الجداول من أعظم ما أنجز هذا المجلس. وأقول لسيادة النقيب سير على بركة الله، كلنا معك وأنت النقيب القادم بلا منازع وبلا منافس إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.